الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد قامت بالتواصل مع صاحب محل بيع جوالات، تريد أن تبيعه جهازها وتشتري منه جهازا آخر، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: هذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل، ما لم يكن في كلامها شيء من التكسر أو التخضع بالقول، فإن صوت المرأة باعتبار ذاته ليس بعورة، وإنما يكون عورة باعتبار ما يصاحبه من التأنث والتكسر والتخضع به والدلال. ولذلك يقول الله عز وجل للمرأة آمرا لها بألا تخضع بقولها: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فصوت المرأة في ذاته ليس بعورة ما لم يصاحبه تخضع. ولذلك كانت المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع صحابته، وتسأله وتسمع جوابه وتناقشه في بعض المسائل التي تخصها، والصحابة يسمعون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها ذلك، فلا بأس. والمرأة يجوز لها أن تبيع وأن تشتري وأن تخاطب الرجال في حدود مصلحتها الدنيوية هذه بصوتها العادي الذي لا يصاحبه شيء من التخضع، ومع أمن الفتنة كذلك. فإذا لم يصاحب صوتك شيء من التخضع أو التكسر والدلال وأمنت الفتنة، فلا بأس عليك أن تبيعي جوالا أو غيره، أو تشتري جوالا أو غيره إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم.